تعالوا بقى، تعالوا نروح لتوب مولر. دي توب مولر المدير الفني لفريق فرانكفورت قال ان عمر المرموش هيدخل التشكيل الاساسي امام بوخم، وفرانكفورت هيواجه بوخم في تمام الساعه 4:30 يوم السبت ان شاء الله بالجوله 21 من الدوري الالماني. وقال في تصريحات صحفيه ان عمر مرموش عاد الحمد لله يعني، وهيتواجد بالشكل الاساسي لمواجهه بوخم، واضاف كان علينا الاستغناء عن افضل مهاجم لدينا في المباريات القليلة الماضية، وهذا الأمر لم يكن سهلا، نحن سعداء بوجوده هنا، إنه يمنحنا الطاقة مختلفة. طبعا محترف ماشي بتسلسل رائع جدا جدا جدا. عمر المرموش اسم كبير دلوقتي في الدوري الألماني، عمر المرموش مطلوب في البريمير ليج، في اهتمام كبير بيه من البريمير ليج من أسماء أندية كبيرة. سمعنا نيوكاسل، سمعنا أرسنال، سمعنا توتنهام، يعني لما نيوكاسل وأرسنال وتوتنهام، لكن فرانكفورت مصممين إنه هو يكمل معاهم، ولو هيسيبوه هيسيبوه بمبلغ مش قليل، لانه مطلوب في البريمير ليج ومطلوب في دوريات تانية. وعمر المرموش دلوقتي مهاجم كبير، وده هيبان بعد نهايه الموسم. توقع ان عمر المرموش في الصيف اللي جاي في نادي كبير وممكن يكون في البريمير ليج.